من زوني سلس مزيغ ثقافة لزرين النهار ذي تزورا نفذوس لحالات جنوت ميت خبران سراف السنك نيوتا كنادي يكملو فريق وانسوكر 70 مليمتر لما تنصي في قيض بوستة الأربعة الولاية الثانية تمثال الجزائر ثمان ناقص تيزي وزو شلف تيبازا عين الدفلة المدية بومرداس توفيرت في قايث يقوذ البليدة أكنت خبران صرف السنغني في هذه ثوريق نظن ذاك نادي يكمل وضو يقوان سوغان 60 كيلومترا دي الساعة يقود المواجه عليه صرف على المترات لما تناصي في قيض بوسة الأربعة سوحل تعنا تمثال تلزير تمناخ في دلس أصفون في قيث يقود جيجل سعداني مزدان فاروخ اي طفران تغيوان تنصو مع ذوك سامر البليدة سواسن ثلاثة غر الأربعة إذا فاركان يقود تيقوذي غاف سباني حمال بومان وفوري بضان غاري خامنا نسان مديلا وفوري قوان دي 24 تساعتين يزرين غاف ثم نظينة الماس نت مورث عادل عباس يغالد سوية أنا مضايم بزاف وكما نقولوا الشتاء راهي دات فينا حالة نطلب من السلطات في أقرب وقت يرحلونا راكم في الشيف في فوضوي حنايا حالتنا حنايا يعلم بها غير ربي راكم تشوفوا بعينيكم الماء علينا وكل شيء علينا شاف دايره جالينا عنده عامين كنا فيها خير صارت لينا كارثه في رمضان ناس يسوي فطره وحنا مع الماء خرجوا فيه وقارة تعمره قال لك على ست اشهر فيها خير دخلت لنا الشتاء للدار حتى ولينا بالبيادين منا رانا يوميا هكذا يوميا هكذا كينا كي جيراني كي قع رانا قاع نسوفريو رانا في حاله لهلا نشوفك فيها البرد علينا كلش 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 علينا الترنيد ما مثقوب نخافوا فانيك الصور تاع الفوق يطيح علينا تاع الشركه يشوفوا لينا باسكو ماذا بينا المسؤولين يعرفوا كاع واش رانا صارينا هنايا نطلب من السلطات يا خويا يجي يشوفونا في بلديه السمعه لينيال في الفوضاوي رانا مغبونين بزاف الشتاء كل حاجه مضروبين من كل جهه وعندنا حيط في الكوتيني منا يطيح مني داك غاشي وقدام منا يطيح على الدراري وقدام منا فعديو الناس يا خويا ماذا بكم تشوفوا لينا شويه يا خويا تعطونا سكنه ارزاني ظليلنا ثلاثه مغران اللي مات من ولايه تيزي وزغر الولايه الاغواط كنا عزينا تي وشولين ثلاثه مغران سن يظل عفور بي دوك فاخي خديضران ايضا تزور نوفمبر مي مثل ثلاثه جزائريين سلمي ثني دوث مورتان المروك ولا فوق قارون وجرا وكاين مهال لومور الدين الولاية تيزي وزويا كوز الشيوخ النزوايا ويموكري ثني دون مهال لومور الدين الولاية الاغواط مصطفى بن مسعود يغال زوايا جاءت هذه العائلة وهؤلاء المشايخ مشايخ تيزي وزو وعلماء تيزي وزو وأئمة تيزي وزو لتقديم العزاء والمواساة لهاتين العائلتين. جئنا إلى ولاية الأغواط لنعزي عائلة الشهيدين الذين تم اغتيالهما على أيدي القوات المغربية ونعزي أهل العائلتين الكريمتين ونقول لهم الله يرحم هؤلاء الشهداء. نحن حاملين رسالة التعازي، رسالة الإخاء والوفاء لعربون المحبة من ولاية الزواوة، من ولاية تيزي وزو، من منطقة الزواوة. احتسبهم عند الله شهداء، فالله إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم ويتغمدهم في فسيح جناته. نشكر جزيل الشكر أهل تيزي وزو والقبائل الكبرى، نقول لهم جزاكم الله عنا خير في هذا الموقف نتاعكم النبيل اللي جيتوا تعزوا فينا. هي كان اللي نصادوا دي دون غارثة قراني سلن ست مزيغ ثلاث نوع لتكلت نيضان غار زهور. شكرا لك يا راديا وأنا بدوري سلخي تمام.